السلام عليكم ورحمة الله. مستمعي قناة ستوبي إلى مكان الحادث الخطير، الحادث المؤلم، الحادث اللي وقع هنا في طريق السيار الرابط بين مدينة الرباط والدار البيضاء، هذه طريق السيار الحضري. كانت السيارة باتجاه طريق السيار الحضري بغات تغير الوجهة لطريق السيار الوطنية، رجعت مرسالين حتى كيتفاجأ صاحب الشاحنة بهذ السيارة، حتى كيصطدم معها والكار كيتفاجأ كيصطدم معاه الكار حتى هو. كتشوفو معايا متابعين كانوا في قناة سو تي في، هاد الدقة القوية، الصدمة القوية، هاد الصدام القوي كيف كتشوفو هنا، الصدام هذا خلف واحد عشرة الأشخاص اللي تم نقلهم على مستوى السرعة إلى مستشفى مولاي عبد الله لتلقي إجابات أولية. كتشوفو هذا متابعين قناة سو تي في، الصدام القوي. الحمد لله كاش خسائر في الأرواح، الحمد لله ما كاش خسائر في الأرواح. كان بعض المصابين اللي تم النقل ديالهم على وجه السرعة إلى مستشفى الإقليمي مستشفى مولاي عبد الله في مدينة المحمدية. هناك كان استنفار قوي ديال رجال الدرك الملكي، مشكورين على المجهود الكبير اللي تقوموا به، وحتى نازل الوقاية المدنية لينتقلوا على وجه السرعة لعين المكان، مكان الحادث، وتم التدخل الوقت المناسب. تم نقل واحد المجموعة ديال الأشخاص، يعني عشرة تقريبا، نقلهم للمستشفى مولاي عبد الله لتلقي إجابات أولية. باقي في حالة في صحة جيدة. كتشوفوا معنا متابعي قناة سو تي في، هنا الصدمة الضربة كانت قوية بزاف. كتشوفوا حيت كنقلع الأمتعة ديالها، كنقلعوا الأمتعة ديالها. السلامة والناس التي خصوا الحيطة والحذر، باش نمشيو كسيرين في الطريق، الإنسان ينتبه. شكرا خويا عبد الهادي، نتمنوا السلامة للجميع. كتبوا معنا متفقات هذا الحديث السير هذا هو الحديث السير هذا قوية الساحلة تنتقل الساحلة اللي هربت ضربت الكار الضربة كانت قوية. لولا التأمين ديال الهواء الدرجة الملكية كنت كنت متأثر.
الجبلية، سلم للجميع، سلم يا الله الصغير، سلم للجميع. وطبعا الناس ياخذوا سود حيط الحضر، الناس قد تزابل تاخذ سود حيط الحضر قد تزابل لعلامة السوير، راه دابا السيدي كان جاي ما انتبهش لعلامة السوير كان فوق منه اللي كتبين من تراك مراكش وكتبين تراك ديال الدار البيضاء، كاين علامة السوير داشنا يا بلاكا كبيرة كتفرق بالطريق اما طريق السيار الحضري اللي غادي تخرج من الدار البيضاء ولا طريق السيار الوطني اللي غادي تجاه مراكش وغادي تجي مراكش حتى اكادير. اللهم اكبر. السلام لكم سوق في جهة أخرى 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 في جهة حتى العمال العمال ديال السيار مشكورين تدخل الصدام بين الشاحنة قوي بزاف لا تكتب واش كار كان هاد بنادم؟ حينا هادي تقاس هاد بنادم مسكر تقاس وش وحدين؟ قاسو شي وحدين يا ربي السلام يا ربي السلام يتقاس من عدم من الجيل قاسو بسكة السلام بدا ما كاين لا موت لا والو لا لا الحمد لله
تشوفوا معايا التطبيقات، تشوفوا قناة شو تي في، تم كتشوفوا الاستضافة قوي، هاد الاستضافة قوي. الاستضافة كان قوي بين الساحلة و حافلات نقل المسافرين. نتمنى الله السلامة. سي مواسف طريق الرابطة بين الرباط والدار البيضاء على مستوى المحمدية، هنا في الملتقى ديال الطرق، طريق السيار الحضاري وطريق السيار الوطنية. ملي كتجي من الرباط كيلقاك واحد، تلقى واحد المفترق طرقات في المحمدية، كتلقى مفترق طرق. إلا بغيت تمشي تدخل للدار البيضاء أو بغيت تغير تمشي للرباط السطات مراكش و أكادير. نتمنى الله السلامة، نتمنى الله السلامة يا رب. أخويا نور الدين اللي ما تقولش بكاك، ما تقولش بكاك أخويا نور الدين، راه قال لك كيقولوا الناس هنا بأن كان واحد الطوموبيل جاية بغات غيرات الطريق، بغات تغير الطريق، بغات تغير الطريق، لقيت اللي بغات تغير الطريق، راه زعت مرساريان دخل فيها رموك والرموك دخل فيه الكار. الناس مزال كلها بالحوايج ديالها. الحمد لله خويا أسامة، الحمد لله على عصرة اللي تصابوا بشكل جروح خفيفة، قطع النقل ديالهم على وجه السرعة المستشفى هنا بمدينة المحمدية. تمام، لابد ديال السيارة، السيارة اللي رجعت من شارية هذاك هو اللي كان السبب. سيدي هكاك سيدي بيتك شوف هذا التوصيل هنا. كتشوفوا معايا متابعي قناة شو تي في، مازال الناس هنا كيقلبوا الحوايجات ديالهم، كيقلبوا الأمتعة ديالهم، مازال الناس هكا هنا. أسلمت الناس اللي ما تصابوش الحمد لله، واللي تصابوا نتمنى لهم الشفاء العاجل يا ربي، نتمنى لهم الشفاء العاجل. كما قال أخي رضوان لو الموت في الإلهية لكن غير موت كلشي تماما تماما، لأن الكسيدة كانت قوية، كسيدة قوية كما كتشوفوا، راه الاصطدام هذا راه قوي. شوف الضربة هنا كيدايرة، الضربه هنا كيديرها شوف المثل حفظ الله. من الله السلامة، من الله السلامة. ها؟ خلي على حسن فيك، خلي هنا واحد لترو وعشرين وشرين. كاش غدير بعد أقول لي ما غدير والو، يا ما غدير والو غترجع هنا خاصك تجريب عليه هذا الناس. شنو غندير؟ واش كدير فيه؟ جايين كاع رحنا على بغا نجي سلم.
خلينا Thank you.
I'm
زيد.